أحبتي وسادتي، ننتقل وإياكم إلى البصرة الفيحاء، ومنها المشترك سجاد قاسم. الاسم سجاد الساري من محافظة البصرة، العمر 27 سنة، صوتوا لي على الرقم 33. رسالة ودوا الحبيبي، رسالة بدمع ونحيبي، بعد التحية والسلام قلوا لش أخبار الخيام. رسالة رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. على محبة الزهراء أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سجاد العمر حبيبي 27. السيدة زينب سلام الله عليها تخاطب محمد بن الحنفية. خليق سجاد قاسم الساري محافظة البصرة. والنعم الله يحفظك. حياك يا الله. يظلون انا حسب الدهر كله، يظلون الجانوا بالشمس ليا، كانوا بالشمس ليا، يظلون والله يظلون بعد شلون يا محمد، والله يظلون جيتك كل خما ظل لي يلا وياي يا جيتك كل خو ما ظل لا عذب الله أمي إنها خادمة، لا عذب الله أمي إنها خادمة لسيد الشهداء وأمه فاطمة، وكان لي والد يحب عابس فصرت من ذي وذا أهوى المجالس. صلوا على محمد وآل محمد. صل على محمد محمد. لا عذب الله أمي إنها خادمة لسيد الشهداء وأمه فاطمة. لا عذب الله أمي إنها خادمة لسيد الشهداء وأمه فاطمة، وكان لي والد يحب عابس
فصرت من ذي وذا أهوى المجالس، لا عذب الله أمي إنها خادمة لسيد الشهداء وأمه فاطمة، لا عذب الله أمي إنها خادمة لسيد الشهداء وأمه فاطمة، وكان لي والد يحب عابس، فصرت من ذي وذا أهوى المجالس. الله برحمتي حسين للخدمة خلاقني، واشعر مجلسي حسين عمر ثاني رزاقني. الله برحمتي حسين للخدمة خلاقني، واشعر مجلسي حسين عمر ثاني رزاقني. عبدا أنا مملوك يا مصاحب نعمتي، والف الحمد لله لهالسمع اعتقني، والف الحمد لله لهالسمع اعتقني. شمحل لو تقول الناس عني هذا ابو العبر، هذا خادمك يا حسين، هذا اللي يخدم الزهرة، الوادم بالعزة الطوم وانا بمن بارك اقرأ، اتوضى واطب مولاي ادرب مجلسك حضرة، ادرب مجلسك حضرة. زهراؤنا حاضرة والحجة المنتظر، فيا لها نعمة ويا له من خبر، وعند باب العزاء جبريل جالس، فصرت من ذي وذا أهوى المجالس. صل على محمد وآل الله. الله احسنت حبيبي، الشاعر خادم الحسين الشاعر محمد الجماسي، بارك الله فيك وفيه. بالعافيه. حلو، احسنت 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 يا عزيزي، بارك الله فيك. ما شاء الله. نعم سمحت الشيخ، تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. العين بارده عليك اللي ملا علي باشا زاده بهذا الوقت المتاخر، وكان يلطم وهو يعني واقف. ما عندي اي ملاحظه. شلون قوه صوره جديده، صوره جديده واداء جديد، اداء مميز، كاريزما لطيفه. بارك الله بي. الله خالقك رادود، استمر على هاي الخدمه. الله يبارك بيك. من اللحن؟ لأحد خدام الحسين، طبعا الشاعر محمد جماسي لأحد خدام الحسين. وانا ابقى لازم هلك زمها غير بعدك شباب. نعم استاذ حسام تفضل. حبيبي سجاد احسنت جدا، واضح انك متمكن من اللحن، اللحن جميل، مقام انت هضمه فما عندكش مشكله، و ربنا يوفقك. ما عنديش حاجه اقول لك، احسنت جدا، باين يعني ان انت ابهرتنا يعني وغيرت المود يعني، فاهم؟ جبت لحن غير لنا الجو، غير الجو. يعني دي ميزه عملتها. بالتوفيق حبيبي ان شاء الله. استاذ دكتور عماد تفضلوا. لا تعليق، هو اللحن والكلمات والاداء هو بكان تعليقنا يعني، انا ما عديت تعليق يعني، الاساتذه هم ذاعتوا بتعليق فني، بس اي تعليق ماكو. احسنت ولا طيب الله انفاسك. حسن الله عليك. الله يبارك. شكرا لكم. نعم ابو زكريا حياك الله سيدنا. اهلا وسهلا. شكرا لك مولا سجاد، انت من البصره. نعم. انت مملوح
ملح البصرة يعني كله موجود بيك، هذا ملح الجنوب اسما وشكلا وصوتا وأداء ما شاء الله. وكنت رادودا، هذا أدائك مع الواحد رادود، مك واحد يمتلك صوت جميل يؤدي الألحان جميلة بس ما طاب بجو العزائي، مو طاب بجو المجلسي. أنت هسه أديت كرادود، هو أنت رادود مع العزاء مع المجلس، طبقتك مستقرة بالمستهل وكذلك بالأبيات، هاي انتقالتك انتقالك كانت سليمة وجميلة، والعزاء حار ما شاء الله كله نشط وتفاعل، وخليت هذه الطاقة ما شاء الله عليك. أحسنت كثيرا يا عزيزي، الله يبارك. أحسنتم دكتور مهدي، تفضل. أحسنت منها. أحسنت يا أستاذ سجاد، يا ملا سجاد، على هذا الأداء الرائع. طبعا اللحن جميل، ميسر، سهل، خفيف، ومع ذلك يعني سهل ولكنه مؤثر، مؤثر يعني هذا اللي ما يسمونه السهل الممتنع، يعني مو سهل بمعنى أنه سهل على كل واحد يقدر يلحن هكذا لحن، الملحن يلحن سهل على الناس ولكن في نفس الوقت جميل ومؤثر، في حرارة، في وجد، في حيوية. فأنت جمعت برأيي أربع أشياء كانت فيها تلوين، تلوين باللحن، يعني اللحن ما كان على نمط واحد على وتيرة واحدة، كان في تنوع، وتلوين بالإيقاع أيضا ما كان عندك إيقاع واحد، يعني مرة تسرع بالكلمات ومرة تكون بطيئة، وتلوين بين الفصحى والشعبي، يعني الشعر كان تارة يكون فصيح وتارة شعبي، وتلوين بين الحماسي والعزائي، يعني في نفس الوقت هو حماسي وهو عزائي. يعني بكلمة أختصرها، كنت يعني أداءك كان أداء أصيل، أداء مميز، وهذه سمة أهل الجنوب، وأحسنت. شكرا لكم أحبتنا، شكرا لكم. الله الله يبارك فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله نعم اختاريت هذا اللحن، يعني بيه نوع من الحماس، بيه نوع من يعني الإحساس، فلازم واحد يجمع بين الاثنين. يعني لجنة التحكيم لجنة متميزة وبيها أساتذة ما شاء الله على مستوى عالي، فأكيد ملاحظاتهم قيمة وجيدة. إحنا إن شاء الله تعالى يعني نستمر إلى المرحلة النهائية، وبكل الأحوال مهما كانت النتيجة إن شاء الله هي شرف أنه المنافسة مع خدام الحسين، وهذه الأصوات يعني القيمة ما شاء الله مختارين ثلة عالية من الرواديد الحسينيين.